مرحبا، كيفكن جميعا؟ اليوم رح اعطيكم درس عن ابر الكروشيه. في ناس كثير عم تسالني كل خيط شو اي ابره ممكن تستعملها، شو الابره اللي بتنفع للخيط السميك المتين. فاليوم رح فرجيكم نوع الابر وكيف ممكن نستخدمها. بتبدا الابر من الحديد، اصغر نوع. هذا اصغر نوع، قرب لكم الكاميرا لتشوفوا، للخيوط السمبل الضعيف كتير كتير، مثل هاي الخيوط دامسة وغيره. ممكن نعمل منها هاي القطعة، شغل خفيف نضيف بخيط رفيع وصنارة كتير صغيرة. بيجي هلأ في أنواع تانية بتبقى مقاسات تانية من البلاستيك، بتحسوها أكبر شوي من الحديد الكامل. هاي ممكن نشتغل فيها أنواع من الخيوط مثل هايدي ومثل هيدا، أمتن شوي. بيرجع عندكم ألوان تانية على أكبر وأكبر وأكبر. برضو فينا نستخدم فيهم طبعا أنواع خيوط أصغر لين ما يصير أكبر أكبر لنوع الخيوط الكبير. هاي الخيوط ممكن نستعملها مثل خيط التيشيرت، بدها صنارة كبيرة وعلى حسب الفراغات اللي انت اللي بتحبيها بين الغرزة والغرزة. في طبعا كمان نوع رصاصي وفي نوع الخشب، وكل نوع بيجي على اكبر واكبر بتحسوه حسب انت بتعودي تمسكي. مثلا انا بحب اشتغل تي شيرت بالخشب، كتير سهل وحلو. هلا ممكن لو انت مثلا بدك تشتغلي خيط الصوف، هيدا بدنا نشتغل فيه نحن قطبة وما بتعرفي انت كيف تطلع معك القطبة. هلا لو استخدمنا معاه مقاس ابو 3.5، شوفي كيف تطلع القطبة. 1 2 3، بتحسي السلسلة متماسكة وقريبة من بعضها. مثلا اخذت انا ابرة اكبر شوي على هالخيط، شوفي كيف تعطينا. 1 2 3، بتحسي شوي القطبة هون ترحرحت وفي بينها فراغات، شوفي فاضية. ناخد ابرة اكبر، بتحسي شوفي. 1 2 3، الفراغات زادت. يعني كل ما نصغر السنارة كل ما الفراغات بتضيق، كل ما نكبر السنارة. لو أنا اشتغلت بهاي مثلا، كل ما نكبر السنارة كل ما الفراغ بيوسع. 1 2 3، شفتوا؟ هلا مثلا انا ما عندي الا سناره كبيره وما عندي خيط الا خيط ضعيف، فبشو بقوم بعمل؟ بفتح لي 3 4 خيوط بدمجهم مع بعض مثلا عشان يصير خيط متين. 4 5، قد ما بتحبي. كل ما تعملي انت ديزاين اتنين مع بعض، جربي الديزاين شوفي كيف بيطلع معك. امتى انا عملت 4 خيوط مع بعض وعملت سلسله، بدي اعمل مثلا سجاده وقطعه للارض. 1 2 3، شوفي كيف تطلع القطبة مثل كأنها جدولي. يعني الواحد لما يتعلم الكروشيه في هو يبدع ويعرف الطريقة اللي بكم كل قطعة كيف تطلع. إذا استخدمت هالسنارة، إذا استخدمت خيط واحد، إذا استخدمت 2 3، عرفتوا؟ هلا قلنا هاي السنارة ممكن أنا أشتغل فيها خيوط التي شيرت. لك كيف تطلع كيوت حتى مع فراغاتها، لانه خيوط التيشيرت اجمالا بنعملها قطع للارض قطع للاشياء. عندي ديزاين فرجيكم اياه هلا بعد شوي كيف عملت منه سله كتير حلوه، فبي اكبر سناره مثل هاي. هذا الخيط كتير ناعم وسمبل، حسب ما تستخدمي له انت السناره رح يطلع معك حلو. إذا خليتي فيه فراغات ما حيطلع حلو. ممكن أنا أستخدم عليه سنارة أبو 2 سنتي وشوي. 1 2 3، بيطلع مهضوم. شوفوا نوعية السنارة.
بحب هالدرس مرة واحدة أعلمكم على طريقة لما أنا بدي أجي أعمل دائرة طوالي هيك القطبة تبعتها بدخلها لأبدأ بالسلاسل. إذا بدي أعمل أنا دائرة عادية فبطلع بخمسة ستة على حسب ما مطلوب مني، وبعمل آخر غرزة طلعت منها بقفلها، هاي اسمها دائرة عادية. كتير شفت عالم عم تعمل الدائرة السحرية بس بطريقة صعبة، أنا بعملها بطريقة كتير سهلة، ممكن أي وحدة بدت تعملها وتتعلمها بطريقة سهلة جدا. بس بلف الخيط هيك، عملته دائرة على إيدي هون أصابعي صح؟ بخلي الخيط الزايد يبين من هون وبسحبه، بخليه يرجع لورا، وبعمل ها أول خطوة وهي تاني خطوة، برجع وبكمل عليه هاي أول خطوة وهي تاني خطوة، وقد ما بدي بسحب الخيط وبضيق الدائرة السحرية. برجع لكم إياها، بلف الخيط على الأصبعين بعدين بشيل أصبع وبسحب الخيط وبرجع من هون لبرا وباخد القطبة، هاي اسمها دائرة سحرية. لهعلمكم بعدين على الباترون وكيف ندرس الباترون بالدرس الجديد إن شاء الله، لحفصلكم هي تفصيل ونشتغل فيه. هلا حبيت أعلمكم بس أنواع السنارة وكل خيط اللي بيعتمد كيف نشتغل فيه وكيف يطلع. طالما عندك سنارات مقاسات معينة ما في خيط بيصعب عليكي، ممكن تحطي خيطين ثلاثة أربعة، تبدي بخيط واحد حسب السنارة ونوعها. هيدار اشتغلتهم بالسنارة الصغيرة، بس طبعا أخذت برضو الخيط خيطين، هذا نوع الخيط، يعني مشيت على خيطين مش خط واحد لعطاني هالشكل. قطعة مرتبة وحلوة، والدي أمسية كتير حلو، خيوط الدي أمسية بالشغل هيك الدقيق والصغير. بتمنى تتابعوني، وإذا عجبكم الشرح تعملوا سبسكرايب وتابعوني دائما لتشوفوا جديدة. شكرا لكم.